بسم الله الرحمن الرحيم الله الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله ولا اله الا الله الله يا الله والله اكبر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين حبيبنا وحبيبي اله العالمين ابي القاسم محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح يا رب العالمين واجعل اعمالنا خالصة لوجهك الكريم. وصلنا إلى قاعدة إمكان التكليف المشروط. طبعا يذكر السيد الشهيد مقدمة قبل أن يلج في أصل المطلق و يبين ان في مقام الثبوت للحكم هناك عندنا عنصر هذا العنصر اسميناه بالجعل او الاعتبار اللي هو العنصر الثالث والذي ذكرنا هو انما يكون على صياغه الملاك والاراده بصياغه شرعيه أو كما أشرنا في الدرس الماضي إن كان له معنى آخر وهو معنى البعث والتحريك. فالمهم هذا على النحو الأول اللي هو صياغة، هذه الصياغة يجعل القضية على نحو القضية الحقيقية، على نهج القضية الحقيقية الحكم. يعني مثلا إذا كان هناك وجد ملاك هذا الملاك في فعل معين في الصدقة فهذه المسألة وصلت إلى المحبة الشديدة فأريدت مئة بالمئة أو تسعين بالمئة أو ثمانين بالمئة فصيغت أنه للشخص الذي مثلا عنده من الأموال يستحب له التصدق مثلا فهذه القضية الصياغة اللي صارت وتذكر بعض الشروط تشترط شروطا انه هذه الاموال لازم تكون الى مثلا ان يكون عنده فائض عن حاجته المنزلية ان هذه تكون اموال حلال او غيرها من الشروط هذه كلها وجعلها على نحو القضية الحقيقية ما معنى القضية الحقيقية؟ القضية الحقيقية أنه موضوعها مفترض التحقق فيبين كل الخصوصيات والقيود التي لها دخل في هذا الحكم في هذا الحكم هنا هذه نسميها هذه نسميها الجعل إذا لاحظنا هذه القضية وجدنا أن هناك قد تحقق شيء ما بالفعل وهو أصل الحكم احنا بعدنا لحد الآن ما مطبق هذه من قبل المكلفين أصل الحكم إجا فهذا أصل الحكم حينما يأتي فنلاحظ ان هذا الحكم بما هو هذا بما بما هذه الصلاحيات الموجوده فيه والشروط الموجوده فيه هذا على نحو القضيه الشرطيه يكون كل من له هذا الشرط وهذا الشرط وهذا الشرط فوجوب الصدقه مثلا يكون عليه نافذ. فاذا هذا الذي حينما يكون ناظرا الى التكاليف في الخارج والشروط في الخارج هذا نسميه المجعول فاذا الجعل عندنا مع افتراض اصل القضيه والمجعول حينما تتحقق هذه الشروط خارجا ويكون هذا الامر فعلي ويكون هذا الامر فعليا على اي شيء؟ على المكلف. في القضيه في قضيه الجعل كانت هناك شروط مفترضه. يعني المولى حينما شرط هذه الشروط افترض وجود هذه الشروط فاذا افترض وجود على تحقق وجودها يكون هذا الامر نافذ، اما على مستوى المجعول على المستوى المجعول بعد ماكو افتراض بعد لابد ان تتحقق هذه الشروط خارجا حتى يكون المكلف عليه هذا الحكم باي شيء بالوجوب فاذا فعليه الاجزاء للقضيه الشرطيه انما تتحقق بوجود شروطها اذا زالت الشمس مثلا فصلي فمتى تكون الصلاه واجبه؟ في حاله تحقق الشرط، ما هو شرطها؟ الزوال، هنا ايضا اللي كان عنده فلوس وهذه الفلوس اكثر من حاجته وكذا، اذا تحققت هذه الشروط يكون هذا الحكم. فعليا على من تحققت به هذه الشروط ويسمون بالوجوب الفعلي، وهذا الوجوب الفعلي نسميه كما قلنا بالمجعول، فإذا الجعل هو افتراض اصل القضيه في عالم التشريع، والمجعول هو تحقق هذه الشروط ويكون الحكم فعلي على المكلف. فإذا صار عندنا واضح ان الجعل هو في عالم التشريع والمجعول في عالم تطبيق هذا التشريع واقعا فإذا ميزنا بين هذين المعنيين امكن انه نقول ايضا ان الجعل هذا موجود من البدايه وحتى لو لم يكن هناك مكلف هذا المكلف تحققت فيه الشروط حتى لو ماكو موجود اي مكلف على مستوى الخارج انه يمتلك هذه الشروط فنقول هنا ايضا هذا موجود والامر الثاني اللي في في الجعل ان شروط ماخوذه قد اخذها المولى على نحو الافتراضيه تحققها اما المجعول متاخر والقيود التي عند المجعول والشروط التي عند المجعول بمثابة العلة لأصل الفعلية يعني إذا زالت الشمس فصلي نطبق هذا المثال حتى يصير واضح عندنا فهنا الزوال علة للصلاة وإن كان في عالم الجعل في عالم الجعل مثلا أنه هذا افتراض الزوال يكون عله، اما هنا لا، تحقق الزوالي يكون عله للمجعول. فالشروط في عالم المجعول هي التي تكون بمثابة العلة لفعلية الحكم. اما هي هذه الشروط بالنسبة إلى الجعل؟ لا، ليست بيعل باعتبار أن اصل الجعل موجود من البداية يعني اصل الحكم إذا زالت الشمس فصلي هذا اصل الحكم موجود قبل زوال الشمس فكيف يمكن ان تكون هذه الشروط علة في التحقق السابق هذا أولا أو ثانيا لأن يعني الأول قلنا بأن الجعل هو موجود من البداية والمجعول لا يوجد الا بعد تحقق القيود خارجا وثانيا ان القيود هي عله للمجعول لا عله للجعل لان العله العله والمعلوليه العله متقدمه على المعلول وعلمنا ان الجعل متقدم على المجعول اما شروط المجعول فهي مقدمه على نفس المجعول نطبق هذا ثم نبين بعض الامور في الاثناء يقول: قاعده امكان التكليف المشروط مر بنا ان مقام الثبوت للحكم يشتمل على عنصر يسمى بالجعل والاعتبار هذا العنصر الثالث بالاضافه الى الملاك والاراده. وفي هذه المرحله يجعل الحكم على نهج القضيه الحقيقيه. يعني موضوعها هذه القضيه الحقيقيه يكون موضوعها مقدر ومتحقق الحدوث والحصول. هذه القضيه الحقيقيه، مو القضيه الخارجيه اللي لازم موجود حاليا. القضية الحقيقية حينما يتحقق هذا الموضوع فإن هذا التكليف يكون عليه، حينما تحقق هذه الشروط هذا التكليف يكون عليه. كما تقدم فيفترض المولى، هنا يبين لنا كيفية هذه الصياغة، فيفترض المولى كل الخصوصيات والقيود التي هذه القيود التي قيدت يريد اناطه الحكم بها يفترض شك قيد له ضروره مثل التشريع الان القوانين القوانين اللي تحددها واللي تبينها الدول تفترض اولا وجود هذه المساله ثم بعد ذلك تفترض وجود شروط معينه واذا تحققت هذه الشروط فان الحكم يكون نافذ مثلا يمنع حيازه السلاح مثلا يفترض انه هناك شخص هذا الشخص عنده سلاح وحائز السلاح وهو لا يمتلك رخصه ولا غير ذلك فهنا هذا يكون القانون فعلي فعند التشريع نسميه جعل اما عند التطبيق وتحقق الشروط هذا نسميه مجعول يقول ويجعل فيفترض المولى كل الخصوصيات والقيود التي يريد اناطة الحكم بها. يعني يريد تقييد الحكم بها ويجعل الحكم منوطا بها فيقول مثلا: اذا استطاع الانسان وكان صحيح البدن مخلى السرب وجب عليه الحج. هذه قضية بعدنا لحد الآن ما نازلة على التكليف، مجرد تشريع، هذا التشريع اشترط ثلاث شروط لوجوب الحج، أول شيء مستطيع، ثانيًا أن يكون معافى، ثالثًا أن يكون مخلى السر، فهذه الشروط الثلاثة إذا اجتمعت في شخص ما صار وجوب الحج فعلي، فصار الحج واجب عليه بعد ما يقدر يتركه. هذا اللي نسميه المجعول ونحن إذا لاحظنا هذا الجعل هذا الجعل بع... بعد لحد الآن منازل يعني لم تصدره الجريدة الواقعية المت... ال... التي تعتني بالأوامر اللي جاية من الرئاسة اللي هي مثلا جريدة الوقائع أو جريدة مختصة في كل بلد تختلف هذا اذا لم تنص الجريده عليه يعني ما نزل للشارع يعني اذا واحد عرف هذا القانون قبل ان ينزل عرف هذا القانون ولم يعمل به لا يستطيع احد ان يعاقبه لماذا لانه لم يكن فعلي لم ينزل في, حال في حاله ال التكاليف آه طبعا بالاوامر العرفيه اما الاوامر الالهيه يدخل في مدخل اخر وهو التجري وغيره ونحن اذا لاحظنا هذا الجعل نجد هناك شيئا قد تحقق بالفعل هذا الجعل لما ننظر له نشوف اكو عندنا شيء تحقق ما هو هذا وهو نفس الجعل اللي هو إذا استطاع الإنسان وكان صحيح البدن مخلى السرب وجب عليه الحج، هذا أوامر المولى. نفس الجعل الذي يعتبر في قوة القضية الشرطية، في قوة قضية شرطية. ما هي شروطها؟ يقول: شرطها القيود المفترضة مستطيع صحيح البدن مخلى السرب. وجزاؤها إذا كان كذلك جزاؤها ماذا؟ ثبوت الحكم يعني يجب عليه الحاج ولكن هناك شيء قد لا يكون متحققا فعلا هذا مجرد في عالم التشريع لحد الآن مناظرين أو غير مطبق في الخارج. متى يتطبق في الخارج؟ يقول وإنما يتحقق هذا في الخارج يتحقق ويكون فعلي إذا وجد في الخارج مستطيع شخص زيد لقيناه هم مستطيع وهم صحيح البدن وهم مخلى فهنا تحققت كل هذه الشروط فإذا تحققت كل هذه الشروط فتحقق الوجوب عليه صار الوجوب عليه فعلي يقول: وانما يتحقق اذا وجد في الخارج مستطيع صحيح مخلى، وهو الوجوب على هذا او ذاك الذي يمثل فعليه الجزاء في تلك القضيه الشرطيه، فاذا كان هذا الشخص او ذاك قد تحققت فيه هذه الشروط راح يكون عليه واجب. فإن فعلية الجزاء في كل قضية شرطية تابعة لفعلية الشار. متى يكون هذا الحج واجب عليه؟ إذا تحققت هذه الشروط الاستطاعة الصحة التخليه مخلى، فما لم تتحقق تلك القيود إذا كان صحيحا مستطيعا ولكن غير مخلى لا يجب إذا كان صحيحا غير مستطيع مخلى أيضا لا يجب وهكذا إذا حسب الشروط مرة تكون شرط واحد يكفي مرة لا تكون جميعها متحققة يجب فما لم تتحقق تلك القيود لا يكون الوجوب فعليا إذا ما تحققت هذه الوجوب بعد هذا لا يكون فعلي ويسمى الوجوب الفعلي بالمجعول فإذا الجعل هو حين التشريع على افتراض القضية الحقيقية، مفترضة قضية حقيقية، والمجعول لا، حين التطبيق مع تحقق الشروط خارجا، وهذا نسميه قضية متحققة، تحققت شروطها. جيد، ومن هنا ومن هنا هنا يبين التمييز، لما ميزنا بين الجعلي والمجعول امكن التمييز بين الجعل والمجعول، وراح يبين انه عندنا فرقان، الاول لان الاول يعني الجعل موجود منذ البدايه، فلا بد ان يكون الجعل متقدم على المجعول، هذا واضح باعتبار الجعل في عالم التشريع والمجعول في عالم التطبيق. فالجعل هو يكون قبل المجعول، هذا اولا، والثاني يعني المجعول لا يوجد الا بعد تحقق القيود خارجا، اصلا المجعول يمكن ان لا يوجد في حالة عدم تحقق كل الشروط، اذا ما عندنا واحد لديه هذه الشروط ما عندنا استطاعة مثلا او نفترض بان العالم كفى الله المؤمنين والعالم مثلا أن يكون معلول غير صحيح فهنا لا يكون الوجوب فعلي على أي شخص والثاني المجعول لا يوجد إلا بعد تحقق القيود خارجا لا بد أن تتحقق القيود ثم ينوجد الفرق الثاني والقيود بالنسبة إلى المجعول بمثابة العلة كما أشرنا لانه متى يكون الحج واجب على زيد؟ اذا كان صحيح كذا كذا، فاذا تحققت هذه الوجوه هذه الشروط يكون الفعل الحج واجب عليه، وليست كذلك بالنسبه الى الجعل، والقيود مو كذلك بالنسبه الى الجعل، لانها ما ماخوذه على نحو الفعليه ماخوذه على نحو الافتراضيه، لان الجعل متحقق قبل وجودها خارجا. نعم هنا يبين صحيح انه الجعل موجود قبل وجودها ولكن المولى حينما يريد هذا الحكم يفترض هذه الوجود فافتراضها موجود نعم الجعل يتقوم يعني قائم بمساله وهي افتراض القيود وتصورها مو فقط يفترض، يفترض وجود القيود ويفترض تصور هذه القيود، حتى بالنسبة إلى المولى العرفي، بالنسبة إلى المسألة السياسية أيضا، القوانين الموجودة في بلاد معين، يفترضون وجود هذا الشرط، هذا الشرط، هذا الشرط يحكمون عليه بهذا الحكم، ففي البداية لابد من افتراض وجود هكذا. نعم الجعل يتقوم افتراض القيود وتصورها، ولا ما عندنا جعل من مولى حكيم هكذا من دون تصور للشروط والقيود. إذ لو لم يتصور المولى الاستطاعة والصحة مثلا لما أمكنه أن يجعل تلك القضية الشرطية، إذا ما تصورها، إذا ما وضعها بنظر الاعتبار، لماذا جاء بها؟ في أنه تكون قيود للمجعول فلا بد أن تتصور أولا حتى توضع أي شيء قيد للمجعول وبذلك تعرف أن الجعل متقوم بلحاظ القيود وتصورها ذهنا فإذا حتى الجعل في عالم الجعل فهو مو معلول للقيود الخارجيه لا هو اصل متقوم بوجود القيود ولكن وجودها افتراضها ذهني افتراضها ذهني والمجعول ماذا يكون؟ افت مو افتراضها بل تحققها خارجي لذلك تعرف ان الجعل متقوم بلحاظ القيود وتصورها ذهنا والمجعول متقوم بوجود القيود خارجا بعد هذا مو ذهنا بل خارجا ومترتب عليها من قبيل ترتب المعلول على علته فإذا صار عندنا واضح أن أول شيء الجعل موجود ثم هذا أما المجعول فأول شيء تنوجد قيوده بعدين يوجد وبالنسبة إلى القيود بالنسبة إلى المجعول علة أما بالنسبة إلى الجعل القيود الخارجية معلة بل افتراض القيود هي ملاك قوام الجعل بنفسه فإذا تصورنا هذا التصور سيد الشهيد رح يرجع إلى أصل المسألة وهو أنه إذا بينا هذا الفرق بعد هل يمكن أن نقول أن الحكم المشروط ممتنع؟ لا الحكم المشروط على هذا الأساس اللي ذكرناه ما بأي ممكنع. بل هو ممكن ما هو معنى الحكم المشروط؟ الحكم المشروط معناه هنا هو المجعول يعني الحج انما يكون واجبا اذا كان عندنا مستطيع مخلى صحيح فهذا نقصد به بالشرط لا اننا نقصد به الجعل في عالم التشريع لا بل المقصود من الحكم المشروط هو تحقق ووجود هذه الشروط الشروط اللي دخيله في فعليته اذا تحققت خارجا هذا ما نسميه باي شيء بالحكم المشروط فاذا المجعول كما اشرنا انه يمكن ان يكون مشروطا ببعض القيود سواء كان هذا المجعول يكون وجوبا ام لا يكون حرمة فلا فرق في ذلك على كل حال لانه حكم ما دام حكم يمكن للمولى ان يجعل هذا الـ 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 على هذا المجعول اللي هو وجوب او حرمة او لا تكليف او او لا حكم وضعي يمكن ان يجعل بعض الشروط هذه الشروط اذا تحققت يكون هذا فعلي يكون هذا المجعول فعلي فيقول بذلك يندفع ما ذكر من ان الحكم المشروط هو غير معقول، لانهم ينظرون الى الحكم المشروط في عالم الجعل، وكلامنا في عالم المجعول. يقول: وعلى هذا الاساس وهذه الفروقات التي بيناها نعرف ان الحكم المشروط ممكن، والا ما هو قولك في الاستطاعه بالنسبه الى الحج، الحج مشروط بالاستطاعه، اذا هذا حكم لو لا؟ نعم حكم مشروط ام لا؟ نعم حكم مشروط، فاذا كيف تقولون انه مستحيل؟ ونعني بالحكم المشروط ان يكون تحقق ان يكون تحقق الحكم منوطا بتحقق بعض القيود خارجا فلا وجود له قبلها. يعني ما يمكن أن يكون فعلية الحج موجودة على زيد قبل أن يكون مستطيعا هذا مستحيل لأن إذا جعل المولى من شروط الحج الاستطاعة مثلا فقد عرفنا أن المجعول يمكن أن يكون مشروطا سواء, سواء كان حكم يعني هذا المجعول حكما تكليفيا كالوجوب والحرمة أو وضعيا كالملكية والزوجيه وبذلك يعني حينما ميزنا بين الجعل والمجعول يندفع ما قد يقال من ان الحكم المشروط غير معقول الحكم المشروط غير معقول يعني محال يقول ما هو الاندفاع لان الحكم فعل المولى وهذا الفعل يصدر ويتحقق بمجرد إعمال المولى لحاكميته فأي معنى للحكم المشروط يعني هذا مجرد بيان أنه يقولون أنه كيف أت... تجعلون المولى أحكام مشروطة هو بكيف الله تبارك وتعالى حينما يحضر في ذهن هذا الحكم ينزله وهم نظروا إلى عالم الجعل ونحن نقول الحكم المشروط في عالم في المجعول لا في الجاعل ووجه الاندفاع أن ما يتحقق كذلك اللي افترضتوه واللي بنيت أثركم عليه إنما هو الجعل لا هذا اللي تقولون عليه هذا الجعل ونحن متفقون معكم اما حين احنا نقول الحكم مشروط هو المجعول والحكم المشروط هو المجعول دائما ما عندنا حكم مشروط في في الجعل لا بل الحكم المشروط هو المجعول اذا تبين لنا الفرق بين الجعل وبين المجعول الجعل هو اصل صياغه واعتبار الحكم مع افتراض وجود بعض الشروط المتح التي تحققه على نحو القضيه الحقيقيه والمجعول هو تحقق تلك الشروط ووجودها خارجا ويكون فعلي على المكلف فلا فلا يرد الاشكال القائل بان الحكم المشروط غير ممكن أو مستحيل لأنهم ناظري لأنهم قد نظروا إلى الجعل وقالوا بأنه حكم مشروط بينما نحن نقول أن الحكم المراد من الحكم المشروط هو المجعول دائما ما عندنا جعل مشروط أما قاعدة تنوع القيود فسيأتي الحديث عنها في الدرس المقبل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صلِّ على محمد وآل محمد